في سيارة مرسيدس بنز فئة سي ترغب في استبدال الزنبرك الهوائي. أولاً، قم بقيادة المركبة إلى المصعد. بمجرد رفع المركبة قليلاً، افصل عجلة الخلفية بالكامل. الآن، باستخدام إكسنتري، عليك أن تخفف ضغط الزنبرك الهوائي. أربط جهاز التشخيص بالمركبة واختر نموذج المركبة. اقرأ وأكد معلومات السلامة. اختر علامة تبويب وحدة التحكم ثم انقر على التعليقات. في قائمة الأيريوماتيك حدد علامة تبويب التحكم ثم أفرغ الضغط في أبراج الزنبرك ثم حدد أبراج الزنبرك الخلفية اليسرى. تأكد من أن المركبة مرفوعة على المصعد وأنها غير محملة. سيتم تفريغ الهواء من الزنبرك تلقائياً الآن. يمكنك مشاهدة كيفية انخفاض مستوى المركبة. يمكنك مراقبة العملية على المركبة نفسها أو على الشاشة. انتظر حتى يتم تفريغ الهواء بالكامل. بمجرد الانتهاء من ذلك، قم بإيقاف تشغيل الإشعال واستخراج المفتاح. حرك المركبة إلى الأعلى بالكامل حتى تتمكن من العمل بسهولة أسفلها. الآن يمكنك إزالة غطاء ذراع التحكم في الزنبرك. للقيام بذلك ستحتاج إلى إزالة القفل المحتجز. الآن تحتاج إلى مفتاح القاعدة. أدخله ويمكنك إزالة خط الهواء المضغوط إلى الزنبرك الهوائي. أغلق خط الهواء المضغوط بواسطة قطعتين مناسبتين. الخطوة التالية هي صدمة الامتصاص في ذراع التحكم بالزنبرك. لإزالته أفك البرغي. اسحب الزنبرك الهوائي عن إطاره البلاستيكي العلوي بلطف نحو الأسفل حتى ينفصل عن مشبك الاحتفاظ. مشبك الاحتفاظ يكسر دائماً عند الإزالة، لذلك يجب عليك استبداله. بعدما تمت إزالة الزنبرك الهوائي بنجاح، قم بإزالة مشبك الاحتفاظ أيضاً. الآن تمت إزالة الزنبرك الهوائي بنجاح. يكون التركيب بالترتيب العكسي